لا رصاصة تطلق أو حروبا تسفك فيها الدماء، بينما تسلك طهران طريقا أكثر شراسة وتضليلا تحاول من خلاله تخريب المعادلة السياسية الأمريكية بإثارة فجوة ثقة بين المواطن الأمريكي وحكومته وثقة الأمريكيين بنتائج انتخابات الرئاسة المقبلة. صناعة انقلاب أمريكي أمريكي، يكشفها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر ري ومدير المخابرات الوطنية جون راتكليف. فضيحة إيران تظهر خيوطها على يد الاستخبارات الأمريكية عن تفاصيل الحملة التضليلية ضد الانتخابات الأمريكية. رسائل بريد إلكتروني ضمن مجموعة أطلق عليها اسم فخورون بويز أرسلتها طهران لجميع أنحاء أمريكا لإثارة الجدل وخلق اضطرابات مدنية تسبق يوم الاقتراع. اختراق حزبي في المحيط الأمريكي تقف طهران خلفه بامتياز، وهو ما يفضح سياستها في الشرق الأوسط كما يتحدث مختصون في الدفاع عن الديمقراطية. تتكشف الحقائق بوثائق ودلائل ترفع عنها الغطاء وتفتح النار الاستخبارات الأمريكية بكشف آلية طهران التضليلية التي تنتهج صناعة نظريات المؤامرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. حرب معلومات وقرصنة إلكترونية وتجسس وتوجيه ضربات لمحاولة إقناع الخصوم بعدم الرد، محاولة من إيران أن تلجم أمريكا عن أي تصعيد عقابي جديد، ما يعني أن منصات التواصل الاجتماعي التي تغرق بفبركة إيرانية للدخول إلى بيت السياسة الأمريكية هو ما يمنح الضوء الأخضر لواشنطن أن تشدد عقوبتها على طهران. التقرير المفصل الذي يأتي في وقت تتصاعد فيه التدخلات الإيرانية وشراسة ردود أفعالها على العقوبات الأمريكية من خلال انتهاج سياسة روسيا والصين وكوريا الشمالية، الدول التي يؤكد التقرير الاستخباراتي تدخلها التخريبي في العمق الأمريكي. أما الأهمية القصوى التي تكشف عن سبب كبير من أسباب ضعف السيادة العراقية ببسط سياستها ونفوذها الكامل هو التأشير المباشر في التقرير الاستخباراتي لمنهج إيران التضليلي وحرب المعلومات وسياسة إخفاء اليد كما تفعل في العراق ولبنان، معللا تمترس ميليشيا إيران في المنطقة واتباع نهج الفتنة السياسية كي تبقى طهران هي المسيطرة مستخدمة أرض العراق ساحة تصفية حسابات مع واشنطن.